حاجه يعني منذ يعني الفوز بالعصر الابطال يعني الاجواء داخل النادي اجواء اللي هي دائما يعني معنويات مرتفعه متفائله. يمكن الثقه اللي كنا كنبحثوا عليها من خلال هذيك الصعوبات اللي واجهتنا باش تحقيق يعني اللقب الافريقي، هذيك الثقه اصبحت كبيره عند اللاعبين ما بيناتهم، ما بين اللاعبين والاداره وما بين اللاعبين والاداره وحتى الاطر التقنيه والطبيه اللي كتشرف على الفريق. يعني هذه المعطيات كلها يعني صراحه كتخلينا يعني في واحد الجو اللي هو تفاؤلي. يمكن ثلاث الانتصارات يعني في البطوله المحليه الاخيره، ربح واحد المجموعه ديال اللاعبين، محمد اولاد مع تسجيل 4 ديال الاهداف في جوج المقابلات، الهاشمي يعني بين على امكانيات كبيره، على خبره كبيره، على هو يساعد ويقدم الاضافه، المدافع كوما راه حتى هو يعني بذل واحد المجهود كبير وضمن تقريبا يمكن واحد 60 او 70% ديال 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 التواجد ديالي مع مع الفريق. تنظن هذه كلها مؤشرات ان شاء الله غتخلينا اننا نمشيو في هذا المدبر يعني بواحد واحد واحد الارتياح، الارتياح دون ضغط، دون ضغط، لان هو المشاركه في هذا المدين اول حاجه فهي تشريف لهذه المجموعه ديال الوداد اللي قدمت مستوى طيب في الشامبيونز ليغ. سي حسين، انتما كمدرب مغربي كتمثلوا المدربين المغاربه في هذا المنطقه في الوسط الكروي العالمي، انتما الطموح ديالكم اولا كمدرب، الطموح ثانيا مع الفريق الوداد. والطموح ديالنا حنايا هو التواجد ووصول المقابله النهائيه. طبعا هذا لن يكون سهل لانه هناك انديه اللي هي متمرسه، يجب ان ننتبه للجزئيات. الطموح للفريق كله هو يقدم مستوى طيب، حنايا اكتساب الخبره التواجد في المقابله النهائيه. بالنسبه للاعبين ستكون هناك اعين اوروبيه كبيره لمتابعه هذا المونديال الدو، وبالتالي هذه فرصه امام اللاعبين لتقديم مستوى فني جيد يمكن يسمح لهم انهم يحصلوا على عقود احترافيه احسن من اللي موجوده في المغرب. يعني تحسين حتى المردود ديالهم الكروي التقني والتكتيكي، وتحسين حتى الامور ديالهم يعني الماديه. انا كنتمنى انه هذه المؤشرات كلها انها تخدم المجموعه ككل لتقديم يعني مستوى يشرف الكره المغربيه والكره الافريقيه. سي حسين، من خلال اللائحه 23 اللي انتم صفتوها للاتحاد الدولي لكره القدم تبين بان هناك بعض اللاعبين منهم يعني عندهم اصابات ولكن مشروطين في اللائحه، واش انت يعني متفائلين بمشاركه هؤلاء يعني لمساعده الوداد للذهاب بعيدا في هذه المسابقه؟ يمكن اللاعب الوحيد اللي عليه علامة استفهام هو اللاعب اوناجم، ما نساوش على انه محمد اوناجم يعني كانت ليه واحد النسبه كبيره ديال الوصول الفريق والفوز بهذه البطوله هذه الافريقيه، ما يمكنش حنا اننا ننساو الخدمات ديالو. وطبعا يعني تسجيلو في اللائحه حتى هو جا بعد الاستشاره ديال الطبيب ديالنا وانا شخصيا مع الدكتور الفرنسي اللي كيتابعو، هو وعدنا قال لنا الامور كلها ماشيه يعني في الطريق اللي سطرناها وان شاء الله سيكون موجود معكم وممكن يشارك تدريجيا منذ المقابله الاولى، يمكن بنسبه يمكن ضئيله من الوقت. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوه في التدريب ديالو العادي، غادي يبدا يركض وان شاء الله نشوفوا ما بعد التدريب اليوم ديالو والركض ديالو يعني واستعمال القدم ديالو. هو العموم يعني بدا تقريبا قبل اسبوع التدريبات ديالو داخل صاله الحديد، البيشكليت تيستعملها باش يشغل يعني المؤهلات ديالو يعني التنفسيه وخصوصا يعني القلب ديالو، العضلات ديالو جاهزه لانه كان كيدرب صاله الحديد. تنتمنى انه ان شاء الله يكون جاهز لانه عندنا في فتره تقريبا ديال 8 ايام او 9 ايام غادي ياخذ واحد الجرعه اضافيه من ناحيه اللياقه البدنيه بالكره اللي كنتمنى هو انه غير الاصابه ما يحش بها، وان شاء الله يعني الامور كلها ان شاء الله مخططه على ان الاساس انه يرجع ويساعد الفريق. سي حسين، الخصم ديال الفريق ديال باتشوكا كل ما كامل القوه والضعف ديال هذا الفريق هذا، لانه هو يعني مفتاح السر باش الفريق ان شاء الله يمشي ابعد ممكن في هذه التظاهره العالميه. هي اول حاجه يعني الفريق المكسيكي متمرس من ناحيه المشاركه ديالو الخارجيه، يمكن رابع مشاركه عنده هذه المره هذه. يمتلك مجموعه من النجوم ابرزهم يمكن لاعب بوغ اللاعب الياباني اللي كان موجود في اسي ميلو، تيعتمدوا على لاعب هجومي جيد، عندهم لاعبين في الوسط والمهاجمين خطيرين، الظهير اليمين دائما يساند، حارس مرمى يعني لا باس به. انا اظن انه مفاتيح القوة تكمن يعني في الجهة اليمنى ديالهم، لأنه تواجد غوندا اللي كيلعب على الأطراف كلاعب وسط اليمين، الظهير اللي كيصعد باستمرار في ظل ربما دخول ديال غوندا وسط الميدان، المهاجمين جيدين، عندهم لاعب ديال الوسط باليسار حتى هو جيد يسجل تيرفع يعني عنده قوة جسمانية، الحضور ديالهم داخل 18 دائما في الرفعات دائما 5-6 اللاعبين الموجودين. تظن أنه هناك قوة ديال الفريق الخصم، لكن أنا قوة الفريق الخصم لا تخيف يعني حسين عمو، لا تخيف الوداد، حنا خاصنا نلعبوا بالامكانيات الموجوده. انا كنتمنى انه في يقوم مقابله انه اللاعبين ديالنا يعطيهم 100% من الامكانيات الموجوده عندهم. حنايا عندنا القوه في المجموعه ديالنا، في القتاليه ديالنا، في الالتزامات التكتيكيه ديالنا،
وفي ظل هذه الالتزامات التكتيكيه دائما عندنا لاعبين تاديو من الناحيه الفنيه الشخصيه ديالهم تيبرزوا المؤهلات ديالهم. تنتمنوا انه يعني ما حققناه امام سان داونز، امام الاهلي، امام نسمه دالجي، ان شاء الله سيتحقق امام باتشوكا ان شاء الله. البرنامج ديال الوداد البدني في المقابله ديال باتشوكا، عندنا تدريب ان شاء الله يوم الغد الصبح، وعندنا المغادره يوم الاثنين ان شاء الله، ومن ثم فهناك تدريب يوميه ابتداء من يوم الثلاثاء، الاربعاء، الخميس والجمعه، على اساس اننا نلعبوا المقابله ديال اليوم السبت.